كنا توقفنا مشايخ الأكارم إخواني وأخواتي، كنا توقفنا عند بعض القواعد المتعلقة بأسماء الله وصفاته. نستكمل اليوم بقية القواعد. اللهم لا حول ولا قوة إلا أول قاعدة اليوم شيخ: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، مثل الحي. هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، يدل على أمرين: يدل على اسم الله الحي، وعلى صفة الحياة لله تعالى. فكل أسماء الله سبحانه وتعالى من هذا الباب. أعلام يعني أسماء لله عز وجل، وأوصاف يستنبط ويؤخذ منها وصف لله عز وجل. وأي اسم من أسماء الله عز وجل ستجد فيه ذلك. السميع يشمل على اسم السميع وصفة السمع، البصير اسم البصير وصفة البصر، وهكذا. القاعدة السادسة: في سيارة في الطريق. لعلنا أغضبنا الشيخ. نعم. السيارة واجهة بالطريق. صحيح. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فكل اسم يدل على صفة وليس العكس.
باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فكل اسم يدل على صفة وليس العكس. فكل اسم يدل على صفة وليس العكس. فاسم القوي لله عز وجل يدل على اسم وصفة. ما الاسم؟ القوي. وما الصفة؟ القوة. وصفة الإرادة تدل على الصفة فقط، لا يشتق من كل صفة من صفات الله عز وجل ماذا؟ اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. أستأذنكم أمسح الرقم 5. نعم أعيدها يعني ولا لا؟ لا سامسح فقط ال. انتهيتم مشايخ؟ باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فكل اسم يدل على صفة وليس العكس. أستاذنكم لأن نحتاج السبورة كاملة. القاعدة هذه كم؟ الثامنة ولا؟ لا أمر سهل، لا مشاحة في التعداد، يعني 7-8. السابعة يجب في إثبات الصفات التخلي عن 4 محاذير. يجب في إثبات الصفات التخلي عن 4 محاذير، يعني 4 ممنوعات محرمات: التمثيل، التمثيل بأن تمثل صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، التكييف أن يجعل لصفات الله كيفية، التحريف أن تغير معاني صفات الله، التعطيل
يجب في إثبات الصفات التخلي عن أربعة محاذير: التمثيل بأن تمثل صفات الله بصفات المخلوقين، التكييف أن يجعل لصفات الله كيفية، التحريف أن تغير معاني صفات الله، التعطيل نفي الصفات عن الله تعالى. أي نعم، نفي معانيها أو نفي حتى ماذا؟ الاسم، يعني سواء الاسم أو المعنى كلاهما. التمثيل وقع فيه من؟ الممثلة أو المشبهة الذين يقولون لله يد كيد المخلوقات والعياذ بالله. التكييف أن يجعل لصفات الله كيفية، كالرجل الذي سأل من؟ الإمام مالك، قال كيف استوى؟ فقال مالك الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، لأن السلف، لأن هذا من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عنه، ولا الصحابة سألوا عنه، ولا دخلوا فيه. طيب، هل لصفات الله كيف؟ أكيد كيف، يعني لها حقيقة، لكن هذا الكيف وهذه الحقيقة نحن لا نعلمها. التحريف المراد به أن تغير معاني صفات الله عز وجل، وهذا الذي يسمى عند المخالفين مش يسمونه؟ التأويل. فيقولون مثلا يد الله، شو يقولون؟ قدرة الله، قوة الله، إرادة الله، رحمة الله، أي إرادة النعمة، إرادة الإثابة، إلى غير ذلك. وطريقتهم في التأويل على وجهين: إما أن يفسروا الصفة بصفة يثبتونها، وإما أن يفسروا الصفة بالمخلوق. مثلا رحمة الله تعالى، شو يقولون؟ يقولون إرادة الرحمة، رحمكم الله، إرادة ماذا؟ يرجعونها إلى صفة الإرادة التي يثبتونها، أو يرجعون أي يجعلونها، يؤولونها إلى المخلوق، فيقولون رحمة الله أي جنة الله. فهم في التأويل إما أن يؤولوها إلى صفة أخرى يثبتونها، وإما أن يؤولوها إلى المخلوق. فمثلا رحمة الله يقولون إرادة الله الثواب للعبد، وإما أن يؤولها بالمخلوق فيقولون إيش معنى رحمة الله؟ أي الجنة. وكذلك الغضب، فيقولون الغضب هو إرادة الانتقام، أو هو نار جهنم التي وعد الله عز وجل الفجار والكفار. المعنى أو المحذور الرابع التعطيل، وهو نفي الصفات عن الله تعالى، مثل ما فعل الجهمية والمعتزلة، ينفونها بالكلية تماما، ما يدخلون في ماذا؟ في باب التأويل، وإنما ينفونها، يقولون الله عز وجل لا يسمع لا يبصر سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهذه أربعة محاذير وقع فيها المخالفون. تفضل. هل ما وقع فيه المخالفون هؤلاء، هل من خطأ، يعني من خطايا عقولهم، أم هذا من عمل أعداء المسلمين؟ لا، هذا كله وقع فيه المنتسبون للإسلام بسبب، طبعا، إشكال كل هؤلاء الذين خالفوا أهل السنة، أصل مشكلتهم تقديم العقل على ماذا؟ على النقل. وسبحان الله، يعني عطلوا القرآن والسنة. والله فيهم وفيهم. كيف؟ من الشبه العلمانيين؟ لا، هذا الذين دخلوا في هذا الباب من الفرق المتقدمة، منهم من كان بحسن نية وظل والعياذ بالله، ومنهم من كان بسوء نية. لاحظوا يا مشايخ،
أساس ضلال المخالفين تقديم العقل ماذا؟ على النقل. قالوا العقل مقدم على النقل، يعني مقدم على القرآن والسنة. كيف قدموا العقل على النقل؟ عندهم لفة حتى يصلوا إليها، ما قالوا نرد القرآن والسنة. السنة عندهم عفوا غالب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متواتر أم أحاد؟ بل علماء المصطلح يقولون على تعريفهم للمتواتر لا تكاد توجد خمسة أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متواترة على شروطهم وضوابطهم، شروط المتكلمين. إذن يصح أن نقول كل أحاديث، يكاد كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل في العقيدة. لماذا؟ قالوا لأنها ظنية الثبوت. ما معنى ظنية الثبوت؟ يعني لسنا متيقنين منها 100%. كيف؟ أنهم يثبتون هناك حديث صحيح، نعم. وإذا أثبتوا صحيح يقولون هو ماذا؟ ظني الثبوت، حتى مع ثبوت صحته. واضح؟ فبهذه الطريقة ماذا فعلوا؟ ردوا السنة. طيب ماذا فعلوا بالقرآن؟ القرآن قطعية الثبوت، صح؟ لا يمكن يلعبون في هذا. ماذا قالوا؟ ظني الدلالة. الله المستعان. قالوا ظني الدلالة فلا يعارض العقل. حتى في الأحاديث المتواترة، نعم، إذا جاءت المتواترة قالوا نفس الحجة وهكذا، يعني فقالوا ظني الدلالة فلا يعارض العقل، بل يقدم، بل يقدم ماذا؟ بل يقدم العقل. لا، عندهم قطعي كل شيء عندهم، والعياذ بالله. لاحظوا يا مشايخ، وبهذا وش حصلت النتيجة؟ أن العقل مو مقدم، أن العقل هو الدليل الوحيد في الحقيقة. في الحقيقة أن العقل هذا مجرد كذبة يكذبون أن العقل مقدم على النقل. الحقيقة عندهم أن العقل هو الدليل الوحيد في ما يتعلق بالله عز وجل. وانت فقط تصور أن الله عز وجل الذي لا يقدر أحد قدره جعلوا لهذا العقل الذي قال الله عز وجل فيه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله عز وجل قال ولا يحيطون بشيء من علمه، ما يحيطون بشيء من علمه فضلا عن أن يحيطوا به سبحانه وتعالى. وهؤلاء قالوا لا، عقولهم والعياذ بالله هي الحاكمة على أسماء الله وصفاته وأفعاله وذاته. شيخنا على عزامهم أن الله عز وجل
وأن العقل المقدم. نعم. إيش الحاجة؟ الردود عليهم كثيرة، لكن حسلوا الله العافية، احمدوا الله على العافية، فاللهم لك الحمد الذي عافانا مما ابتلاهم به. فهذا أساس الخلاف بيننا وبين الفرق كلها، الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتوريدية، الكلابية، كلهم على هذا، على هذا المنوال. نعم. هل هذا هو السبب أنهم يقولون أوله واجب على المكلف النظر يعني تقديم عقل؟ صحيح، هذا من أسبابه. نعم. الآن نعم شيخي، كيف صار هذا الأمر يعني أنت كبار علماء؟ كيف صار هذا الأمر يعني؟ كيف يعني كيف صار هذا؟ صار يعني في أنفسهم. أنا أقول لك كيف ساغ. نعم، أنا أقول لك كيف ساغ. ساغ بعدة أسباب، من أعظم أسبابه تعظيم الأكابر، تعظيم الأكابر فيما يقابل الدليل. واضح؟ بمعنى أنه يعظم رجلا ويرى هذا الرجل على مذهب، مع أن هذا المذهب مخالف للشرع والعقل الصحيح، لكن لا يستطيع أن يخالف هذا الرجل المعظم. وش يقول لك؟ يجد له معاذير. لا، يقول هو أعلم مني بماذا؟ بالشرع، فلذلك أنا أسلم له، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. نعم. كأنهم أرادوا أن ينزه الله عن النقائص، فوقعوا أولا في عقولهم. هذا ما استفدت. نعم، تفضل. نعم. يعني يقول الشيخ ابن سيمين يعني، نعم، يقول هم أول ما تصوروا يعني وقعوا في تشبيه في عقولهم. صحيح. ففرارا من هذا أرادوا أن ينفوا هذه النقائص، فأتوا بهذه. تدرون يا شيخ العجيب وشو؟ أنهم فروا في إثبات الصفات من تشبيه الله بالمخلوقين، فشبهوا الله بالمستحيلات والمعدومين. لما تقول شيء لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، هذا وشو؟ المعدوم. هذا المعدوم والعياذ بالله. نعم، ليس فقط المعدوم، بل هذا المستحيل الذي لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا فوق، هكذا يصفون الله عز وجل. طيب أنت لماذا قلت هذا؟ قال حتى لا يشبه المخلوقين. طيب أنت الآن شبهت الله بماذا؟ بالمعدوم والمستحيل، نسأل الله العافية. الثامنة، ما كان من الصفات كمالا في وجه ونقصا في وجه، إنما يثبت لله تعالى على وجه الكمال. ولا يوصف الله به مطلقا، مثل المكر والكيد والخداع. ما كان من الصفات كمالا في وجه أو على وجه ونقصا في وجه، إنما يثبت لله تعالى على وجه الكمال، ولا يوصف الله به مطلقا، مثل المكر والكيد والخداع. قال الله عز وجل: ويمكرون، ها، ويمكر الله.
إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم. لماذا؟ لأن هذه الصفات قد تكون على وجه الكمال إذا كانت لمن يستحقه، واضح؟ وقد تكون على صفة الذم إذا وقعت بغير حق، واضح؟ فما الذي يثبت منها لله؟ ما كان على وجه الكمال، فإذلك لا تثبت لله عز وجل مطلقا. ما يقال إن من صفات الله المكر والكيد والخداع، بل يقال إن من صفات الله المكر بالماكرين والخداع للمخادعين المستحقين والكيد بالكائدين المستحقين للكيد. والمكر والكيد والخداع معانيها متقاربة، تدور على الإيقاع بالآخرين بطريقة خفية، الإيقاع بالغير بطريقة خفية، سواء كان المكر أو الكيد أو الخداع، كلها أسماء لمعنى، يعني معانيها متقاربة تدور حول هذا المعنى، الإيقاع بالغير بطريقة خفية لا يعرف بها هذا الغير أو لم يحسب حسابها. أن الله عز وجل يمكر بالماكرين الظالمين، أن الله عز وجل يكيد بمن يكيد من الكفار والأعداء وأعداء المسلمين وهكذا. انتهيتم مشايخ؟ طيب، انتهينا من القواعد، الآن نختم الباب بهذا، بالمخالفين في باب الأسماء والصفات.
ما تريد لي. المخالفون في باب الأسماء والصفات. الصنف الأول الذين نفوا الأسماء والصفات وهم غلاة الجهمية، كل الأسماء والصفات لله نفوها وعطلوها. ثاني الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات فقالوا سميع بلا سمع وهم المعتزلة. الثالث الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات إلا بعضها وهم الجهمية والأشاعرة والماتوريدية والكلابية. خل هذا السؤال بعدين، هذا خلف بعدين. شيخ ما تسألهم يعني لماذا يفرون يقولون لا أنتم نحن لا ننفيها، يعني دائما يفرون من هذا الكلام. طيب الجواب، أي مخالف إذا جيت تناقشه وتناظره لابد قبل مناظرته ومناقشته أن يبين لك مصدر أصوله. يعني قل له أنت وش مصدرك في الاعتقاد، عندك مصدر، عندك كتاب، عشان ما يقعد إيش يلعب عليك. كل ما جيت في زاوية قال لا نقول بهذا الكلام، ثم تأتي يقول لك لا نقول بهذا الكلام، لا نقول، وهكذا. أي شخص تريد مناقشته قل له ما الكتاب المعتمد عندك في الاعتقاد؟ واضح؟ بهذه الطريقة ما يستطيع تلعب. ومثل ما ذكرتم أنا وجدت هذا كثير عند المخالفين، إذا جاء في النقاش أمام العامة وأحس أنه لو أقر بهذا الأمر أن العامة سيتبرؤون منه بل ربما يضربوه، فإنه يقول لك لا أنتم فهمتمونا خطأ، لا نقول بهذا الكلام. لماذا؟ حتى يفر من هذا الموقف. لكن إذا قلت له لا تجي الله يحفظك إلا معك كتبك، علمنا ما كتبك ومصادرك التي تعتمدها في المعتقد. نعم. الفرقة الثالثة يثبتون الصفات وينفون الأسماء وينفون الصفات إلا بعضها. نعم. ما الصفات التي يثبتونها؟ على خلاف، لكن منهم السبعة المشهورة، لأن الأشاعرة المتأخرين يكادون يتفقون على هذه السبعة، المتقدمين لا. فلذلك أنا قلت ونفوا الصفات إلا بعضها، ما خصصت. كل الماتوريدية والأشاعر متقاربون. الصفات التي هي الحل، العلم، والحياة، والقدرة، والسمع، والبصر، والإرادة، والكلام. ولكن الكلام عندهم هو الكلام ماذا؟ النفسي، ليس الكلام الحقيقي. نعم. نعم. ما عندهم لا يثبتون فقط الصفات الذاتية، بل عندهم صفات ذاتية وثبوتية وصفات سلبية. نعم. يعني لماذا التركيز أو لماذا بس نذكر أنهم يثبتون سبعة؟ لأن هم ينصون على ذلك. هم بعد ذلك هم يعني أثبتوا أكثر منه. هو كذلك، وهذا دليل على اضطرابهم. أهل السنة حينما يناقشونهم يأتون لهم بهذا الاضطراب، يقولون أنت مثلا تقول هذه السبع صفات ليس كذلك، طيب وين الذات؟ تسأل الأشعري تثبت الذات، مش يقول لك كل كثبت الذات، طيب وين ليس؟ هو هذا مثل ما ذكرت. لكن هم يأتون ويخصصونها فتذكر مثل ما ذكروها هم، وإلا فهم متناقضون، ولا تكاد تجد اثنين منهم على رأي واحد. فعلا يا مشايخ، لأن المسألة راجعة للعقل، وعقولهم غير متطابقة. لابد إذا كانت العقول غير متطابقة وش بيحدث؟
بيحدث الاختلاف. طيب انتهينا مشايخ؟ أمسح؟ ننتقل بعد ذلك مشايخ الأكارم إلى الحديث الحادي والثلاثون. قال حفظه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق عرشه أو فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. هذا الباب يصح أن يسمى باب إثبات الصفات الفعلية، باب إثبات الصفات الفعلية لله تعالى. المؤلف لماذا جاء بهذا الباب أو بهذا الحديث؟ ليرد على من؟ على الذين لا يثبتون الصفات ماذا؟ أكثرهم، كل هؤلاء المخالفون مجمعون على رد الصفات الفعلية. طيب ما الصفات الفعلية التي في هذا الحديث؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاث صفات. الصفة الأولى استواؤه على عرشه، قال صلى الله عليه وسلم: فهو عنده فوق العرش. الصفة الثانية رحمته، إن رحمتي تغلب غضبي. والصفة الثالثة هي الغضب. واضح يا مشايخ؟ هذا الحديث اشتمل على ثلاثة صفات فعلية لله عز وجل: الاستواء والرحمة والغضب. والاستواء عند السلف مشايخ الأكارم يتضمن إثبات أربعة أمور، أو يدل على أربعة أمور كلها تدل على معنى متقارب: الارتفاع والعلو والصعود والاستقرار. حينما نقول استوى على العرش أي ارتفع وعلى وصعد سبحانه وتعالى واستقر. أي نعم، الارتفاع والعلو والصعود والاستقرار، وهذا كله ثابت عن السلف بعبارات السلف رحمهم الله تعالى. نعم نعم، بعض العلماء يفسرونها بذلك حتى من السلف. نعم، الارتفاع والعلو والصعود والاستقرار. طيب هذه صفة ماذا؟ الاستواء، ليس كذلك؟ طيب ما الفرق بينها وبين صفة العلو؟ الفرق بين العلو والاستواء، الفرق بين صفة العلو والاستواء. الفرق الأول يا مشايخ أن العلو صفة ذاتية، والاستواء والاستواء فعلية. أن العلو عام على جميع المخلوقات، أما الاستواء فهو خاص بالعرش. الله، هذا من عجائبهم، يردون الأحاديث ويستدلون ببيت الشعر النصراني. الحمد لله على العافية. كيف
هم لما يأتون يؤولون تقول لهم مش معنى الاستواء؟ قالوا هو الاستيلاء. تقول وش الدليل؟ يقولون قال قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي. هذا البيت لشاعر النصراني، منه الأخطل. طيب فانظروا، يتركون الاستدلال بالقرآن والسنة ويستدلون بإيش؟ ببيت رجل نصراني لم ليس الثبوت فيه بالإسناد، همهم يقولون لابد يكون قطعي. طيب هل فيه إسناد؟ أين هل يعني الشعر الذي وصلنا من العرب لم يصلنا كطريقة الكتاب والسنة بالإسناد؟ فانظروا يردون الكتاب والسنة الذي وصلنا بالإسناد، كلام الله وكلام رسوله، بكلام رجل نصراني لم يصلنا بالإسناد. والله أنهم غاوون في هذا. نعم. كيف؟ هم يقولون يعني استوى، يقصدون بأن استولى يعني. طيب اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الفرق بين العلو. نعم، العلو صفة ذاتية يعني لا تنفك عن الله، أما الاستواء صفة فعلية فعلها الله عز وجل بعد أن خلق العرش سبحانه وتعالى، متعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الحديث 32 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الباب يصح أن يسمى باب إثبات صفة الكلام لله تعالى، وأن القرآن كلام الله. أعيد، يصح أن يسمى هذا الباب أو أن يجعل لهذا الحديث بابا بعنوان باب إثبات صفة الكلام لله تعالى وأن القرآن كلام الله، وأن القرآن كلام الله. ليس دلالة مباشرة لكن نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله سبحانه وتعالى فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لأنه يأتون أهل السنة بهذا الحديث في إثبات أن الله عز وجل تكلم بكلام يسمع بصوت وحرف، لأنه قال في الحديث بحرف. طيب أي هم يقولون كلام الله، الحين سنأتي، يقولون كلام الله عز وجل نفسي. نعم، هم يقولون لا، ما معنى نفسي؟ الحين أنا سأسألك، واضح؟ ولا تجاوبني، جاوبني في نفسك. من أي بلد أنت؟ لا تجاوب، جاوبت في نفسك. أنا ما يخلني، لا أنا الحين أنا شو خليك معي شوي شوي. فحينما أسألك فتجيب في نفسك، الآن أنت أجبت ليس كذلك؟ بلا صوت ولا حرف، واضح؟ أهل السنة وش يقولون؟ تكلم الله بكلام يسمع بصوت وحرف، واضح؟ نعم. صحيح، والصوت هو لذلك استدل به أهل السنة بهذا الحديث. المخالفون لأهل السنة في الكلام، هل يمكن أن نقول أنهم وقعوا في التشبيه في هذا؟ كيف؟ عندما قالوا هم لما وهذا الذي يقوله أهل السنة، يقولون لهم القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. يعني أنت لما قلت أن لله كلاما نفسيا إذن شبهت الله عز وجل بكلام الإنسان النفسي، فوش يقول؟ يقول لا، كلام الله النفسي يختلف عن كلام الإنسان النفسي. فنقول لهم ريحونا وقولوا كلام الله
حقيقة تختلف عن كلام الإنسان وانتهينا. المخالفون في كلام الله نفاة الكلام، خلينا نكمل بس يا شيخ الله يعطيك العافية. المخالفون في كلام الله، الأول نفاة الكلام وهم الجهمية والمعتزلة الذين قالوا أن الله عز وجل لا يتكلم مطلقا. ثاني الذين أثبتوا الكلام النفسي ونفوا الكلام الحقيقي الذي يسمع وله صوت وحرف، وهؤلاء هم الأشاعرة والماتوريدية. نعم، هذا سيأتينا الآن. نعم، الكلام النفسي هي الحقيقة والكلام اللفظي مجاز، يعني لولا الكلام النفسي لما استطاع تعبير منه من يقول هذا. يعني كيف؟ ما فهمت. الكلام النفسي هي الحقيقة أي، والكلام اللفظي مجاز، يعني في النهاية هل تكلم حقيقي؟ يقولون بلا صوت ولا، هم دائما يعبرون بالمجاز إذا جاءوا ينفون الصفات، ليس فقط في الكلام، حتى في اليد في الوجه، كل هذا يطلقون عليه ماذا؟ المجاز. طيب، لم يكن أولى حديث آخر بدل هذا الحديث؟ نقول للشيخ يعني لا بأس إن شاء الله يكون أوضح في الدلالة قصدك. نعم، هو ما في إشكال إن شاء الله تعالى بإذن الله، بس ننتهي من هذا. طيب، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. انتهيتم يا مشايخ؟ انتبهوا معي على خطأ يقع فيه الأشاعرة والكلابية، لا يتنبه له كثير من أهل السنة، بل يتابعونهم عليه وهم لا يشعرون في هذا الباب، وهو حينما يدرس السني على الأشعري، يدرس عليه القرآن ويأخذ منه السند، سند القرآن، فيقول عن شيخي فلان عن 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 الصحابي رضي الله عنه، عن زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن اللوح المحفوظ. عجيب. هذا الذي سألت عنه، وين الشيخ؟ هذا اللي سأل عن الشيخ. هم قالوا أن الله تكلم به كلاما نفسيا فخلقه ووضعه في اللوح المحفوظ، فجاء جبريل وين؟ أخذه من اللوح المحفوظ. فلما أخذه من اللوح المحفوظ ماذا فعل؟ عبر عنه جبريل بكلامه، حكاه جبريل عن الله، فقالوا القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. واضح؟ هو هذا، ولذلك مآل قول الأشاعرة والماتريدية
يقولون القرآن الذي بين الدفتين مخلوق، المعتزلة والأشاعر كلهم. فمآل كلام الأشاعر إلى أن القرآن مخلوق. أي نعم، لا هم يقولون، يصرحون، يقولون القرآن الذي بين دفتي المصحف مخلوق. أهل السنة يقولون غير مخلوق، يصرحون بذلك هم. لعلي أنقل لكم كلامهم إن شاء الله. منهم؟ الأشاعرة عندنا. هي الأشاعرة يا شيخ. كلام الله كلام الله، وما يعرفون هذا التفصيل. لا لابد نعرف يا مشايخ أن الأشاعرة اليوم منهم من تمشعر سياسة لا ديانة، يعني مثل ما قيل ليس في الجبة أحد، يعني تسأله عن علم في المعتقد، المعتقد الأشعري ما يعرف، تسأله في معتقد المتصوفة لا يعرف، تسأله في فقه مذهبه لا يعرف. ها طيب، على أنت ليش مسمي نفسك المعتقد الفلاني والمذهب الفلاني والطريقة الفلانية؟ كثير منهم فعل ذلك سياسة، كما أن اليوم الرفض ينتشر سياسة لا ديانة. الرفض اليوم بسبب دعم الدولة الصفوية له صار ينتشر سياسة لا ديانة. فكذلك اليوم وجد بعض الدول التي تدعم هذه المذاهب سياسة لا ديانة، لذلك تجد من يتبنى هذه الأمور وهو جاهل بها، لا يعرفها بل ولا يعرف مآلاتها. واضح؟ وهذا اليوم كثير جدا 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 للأسف. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، هو سبحان الله من تناقضهم يا مشايخ هؤلاء أن تجد المذهب الفقهي يناقض المذهب الاعتقادي ويناقض الطريقة السلوكية، بل تجد في المذهب الفقهي تكفير لأي شيء لمن يعتقد بهذا الاعتقاد، فتجده لكي يفر وش يقول؟ أنا على المذهب الفلاني وعلى الاعتقاد الفلاني وعلى الطريقة الفلانية اللي يسمونها اليوم ميكس. ها سبحان الله العظيم، الحمد لله على العافية، اللهم لك الحمد لك الشكر. طيب، الأمر الأخير اللي نختم به هذا الباب، كلام الله صفة ذاتية من جهة Thank you.
لا يصح للجميع صفة هذا؟ كلام الله تعالى صفة ذاتية من جهة النوع، أي أصلها، يعني أن الله عز وجل لم يزل متكلما منذ الأزل سبحانه وتعالى، فالله لا بداية له سبحانه وتعالى، وكلامه لا بداية له، وصفة فعلية من جهة الآحاد. إيش معنى فعلية؟ يعني يفعلها متى شاء إذا شاء. الله عز وجل متى كلم موسى؟ بعد أن خلق موسى، أليس كذلك؟ فهذا الذي يقال إنه صفة فعلية من جهة ماذا؟ الآحاد. والله عز وجل سيكلمنا متى؟ برحمته وفضله يوم القيامة، واضح؟ بحول الله وقوته. من جهة الآحاد؟ نعم، كيف أحيانا؟ من جهة الآحاد. وش معنى الآحاد؟ يعني من أن الله يفعلها إذا شاء متى شاء، يعني كلام الله لموسى يختلف عن كلامه لمحمد عليه الصلاة والسلام، يختلف عن كلامه للناس يوم القيامة. هذه تسمى آحاد، هذا كلام وهذا كلام وهذا كلام، يعني من جهة أفراد كلامه سبحانه وتعالى، واضح؟ فلذلك قال أهل العلم الكلام قديم النوع. ما معنى قديم النوع؟ يعني منذ الأزل الله لا يزال متكلما سبحانه وتعالى. حادث الآحاد أي أن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء، وليس معنى الحادث هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى المخلوق. وهذا قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، واضح؟ فالحادث هنا أي الذي يفعله الله متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. الحديث 33. نعم. بالنسبة للحديث إن الله قدر الرحمة، نعم، هذا لا يدل على الحصر رحمة الله أنها مئة رحمة. لا، هذه أحد مخلوقات الله عز وجل، واضح؟ نعم. والرحمة بالمناسبة نوعان، الرحمة الواردة في الأحاديث نوعان، النوع الأول التي هي صفة الله عز وجل، ورحمتي وسعت كل شيء، إن رحمتي سبقت غضب، هذه صفة الله عز وجل. النوع الثاني المخلوقة، كيف مخلوقة؟ الله عز وجل قال لما خلق الجنة قال أنت رحمتي، إذن هذه الرحمة وش تكون رحمة ماذا؟ رحمة مخلوقة. ولما خلق الله الرحمة جعلها مئة جزء، فأنزل في الأرض كم؟ جزءا واحدا يتراحم به الناس، وأبقى كم؟ 99 سيرحمنا الله عز وجل بها. هذه الرحمات التي سيخلقها الله عز وجل لنا رحمة بنا سبحانه وتعالى، التي سيعطيها الله عز وجل لخلقه سبحانه وتعالى، واضح؟ فالجنة رحمة، أليس كذلك؟ رحمة الله، لكنها
مخلوقة هذه غير صفة الله عز وجل الذي اتصف بها سبحانه وتعالى. تفضل شيخي. يعني آثار صفات الله. أي نعم ولا شك. أي نعم هناك فرق بين صفة الله عز وجل وآثار صفات الله عز وجل. واضح؟ فنحن كلنا من آثار خلق الله، من آثار قدرة الله، من آثار علم الله، من آثار إرادة الله عز وجل، ونحن ماذا؟ مخلوقون. طيب، الحديث 33 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. متفق عليه. وهذا الباب يصح أن يسمى، وهذا الحديث يصح أن يجعل له عنوانا: باب من تحقيق التوحيد الواجب تقديم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره أو على غيرها. باب من تحقيق التوحيد الواجب تقديم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيرها. باب من تحقيق التوحيد الواجب تقديم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيرها. محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، لا يثبت الإيمان إلا بمحبة من؟ بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن. طيب، تقديم محبة رسول الله هذا واجب. قال النبي صلى الله، قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أما إنك أحب إلي إلا من نفسي، فقال: حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال، انظروا سرعة الاستجابة: أما إنك أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن إيش؟ الآن دخلت في الإسلام، الآن كمل ماذا؟ كمل إيمانك الواجب. واضح؟ نعم. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يؤمن الإيمان الواجب، وليس المراد به أصل الإيمان، ومثله محبة المؤمنين كذلك، أنها من تحقيق الإيمان الواجب، من تحقيق التوحيد الواجب. الحديث 34 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. هذا الحديث يصح أن يجعل له عنوان: باب من تحقيق التوحيد الولاء، رحمكم الله، الولاء والبراء. باب من تحقيق التوحيد الواجب الولاء والبراء. عندنا زائر عجيب. هذه نحلة؟ اللهم بارك. كأنه دبور ما شاء الله، مرة حكم عليه بالإعدام. الله أكبر. أي لا شك، الله أكبر. ما شاء الله الدبور أعطاكم نفس يا مشايخ. نعم نعرف. الحين إن شاء الله بس نضع العنوان إن شاء الله وننتهي بإذن الله تعالى.
الولاء والبراء. انتبهوا معي مشايخ الأكارم، ما المراد بالولاء وما المراد بالولاء؟ المحبة والمراء والنصرة، والبراء يدخل فيها البغض ويدخل فيها العداوة، واضح؟ طيب، الولاء بحسب الإيمان والبراء بحسب الإيمان. يعني الولاء والبراء معقود في الإسلام عند أهل السنة على ماذا؟ على الإيمان، بحسب قرب الإنسان من الإيمان وبعده منه يكون ماذا؟ يكون الولاء والبراء. فمن كمل إيمانه كمل الولاء له، ومن انتقض إيمانه كمل البراء منه، يعني صار كافرا. طيب، من كان مؤمنا غير كامل الإيمان وش حكمه؟ الولاء والبراء، يحب من جهة ويبغض من جهة، ويتولى من جهة ويتبرأ منه من جهة أخرى. هذا معنى الولاء والبراء في الإسلام، واضح؟ ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الفسحة.